البهارات الصحيحة، نحط البصل بدون زيت، بصل بدون زيت، نحمر البصل خليه يصير ذهبي. الحين نحط الرز، نحطه فوق، طماط نفس الشيء، وازع فوق، طماط نفس الشيء، زين نحطهم تحت كاس ماي وتصبه تحت، صبيت عليه ماي فوق مقدار ماي. طبعا هذا المقاس الوسط يقطع الوصول حرارة 200 والوقت 8. طار جالس يطلع انتهى الوقت ما شاء الله. هذا نحط زيت فوق الرز. اسمع اسمع، شفت لما يقول لك حب دهن؟ هذا الحب والدهن، شوفه بسم الله. شوف هذا موت الحمر، شوفه زين. الدجي مع شوية رز شوية قرع، شوف 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 شلون يصير. ايوه موت الحمر، بسم الله يا الله.